السلام عليكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر بمدينة سطات، بالضبط من شارع رحال المسكيني اللي كيربط بين الدخلة ديال المدينة من جهة مراكش، الطريق ديال مراكش، الدخلة ديال الطريق الوطنية والطريق ديال طريق السيار. فكيف ما كتلاحظوا معنا متتبعينا الكرام، الحالة ديال هذا الشارع اللي توقفت فيه الأشغال هذه مدة تقريبا ديال شي شهر أو شهر ونص، اللي كانت فيه أشغال دامت أكثر من سنة. كيف ما كتلاحظوا معنا فهو كيربط بين الدخلات اللي قلت لكم ديال الطريق الوطنية والطريق السيار على اتجاه طريق مراكش. كيف ما كتلاحظوا معنا متتبعينا متتبعي قناة شوف تيفي، ففي هذا الشارع كاينة مصلحة الوقاية المدنية، يعني كانت هذا دابا حاليا كيف ما كتلاحظوا معنا، شوفوا معنا متتبعينا حالة هذا الطريق. انا غنوريكم عن قرب كيف ما كتلاحظوا معنا، فهي كيف ما كتشوفوا معنا، شوفوا الطوموبيل فاش بغات تقطع. انا غادي نمشي حتى لتما باش نوريكم الحاله ديال 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 الطريق كيفاش دايره. يعني هي كاينه كيف ما كتلاحظوا معنا، انا غنمشي حتى للبلاصه، فهي هاد الطريق كتدي لواحد يعني كتربط بين جوج ديال التجمعات السكنيه، ماشي بين التجمعات ولكن بحال نقولوا ضفات ديال 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 واحد الواد، واد بن موسى. يعني كاين التجمعات السكنيه من على الضفتين، كاينه سوق اسبوعي، كاينه منطقه صناعيه. كيف ما غتلاحظوا معايا فكاينين لافتات ديال 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 سميتو ديال اللي كتدل على هذا الطريق فين كتخرج. فكيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا، شوفوا الحالة ديال هاد الشارع. اولا طرقنا واحد الباب ديال اننا نعرفوا السبب ديال توقيف الاشغال بهاد الشارع، ورغم انه دامت فيه الاشغال واحد المدة، اللي قلت لكم فقط سنة، طرقنا واحد الباب باش نسولوا على شكون المسؤول او شنو السبب، حيت هاد الشارع كان لقى واحد الاستنكار ديال الساكنه. شوفوا معنا متتبعينا الحاله ديال الشارع، الا بغى الواحد زعما يعني الا كانت سياره صغيره ولا بحال هاد الشاحنات، يعني هي مهدده الله يستر الحوادث والله يحفظ الله يحفظنا جميعا. فكيف ما كتشوفوا معايا متتبعينا الاشغال ديال فالمقاوله هي مازاله، كيف ما كتشوفوا معنا شوفوا 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 معنا متتبعينا، يعني القمه ديال 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 المعاناه او الماساه اللي كتعيشها هاد الشارع. يعني الساكنه السطاتيه متضره بزاف في هاد الشارع، اللي يعني الا كان مثلا غدا عندنا السوق الاسبوعي، وهذا حائط، هذا الحيط ديال سوق الجمله، هذا حائط ديال سوق الجمله. يعني الا بغيتي تدوز من هاد الشارع خاصك شي كيتسنى وشي يدوز، يعني بالتناوب. رغم ان هاد الشارع كان مخفف شويه ازمه السير، كيف ما كتعرفوا متتبعينا الشارع كل ما نقص شارع من المدينه كل ما ضاقت الافق على هذيك المدينه. اول حاجه، ثاني حاجه كتوقع ازمات ديال 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 السير، يعني كتلقى اكتضاد وكيكون واحد الضغط على واحد الشارع اللي هو موازي لهذا الشارع، اللي هو كان شويه خالق واحد كان متنفس. يعني متتبعينا الكرام كيف ما كتلاحظوا معنا فالشارع كيعاني من واحد الحاله، فهو مخسر جماليه ديال المدينه، هو اول شارع اللي غندخلوا منه من 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 الدخله كيف ما سبق وقلت لكم ديال طريق مراكش. فكيف ما كتلاحظوا معنا متتبعينا
تشوفوا الطريق كيفاش دايره، رغم ان التشوير الطرقي اللي كيدل على انه كاين اشغال ما كاين لا من الدخله ديال الشارع لا من طريق قيصر ولا من طريق مراكش. يعني الا كان الزائر ماشي ولد سطات، الا كان الزائر ماشي ولد سطات فكتشوف كيكتشف كيتفاجئ بهاد كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا، كيتفاجئ باللي كيلقى بهاد الطريق الكارثيه. هي كارثيه حقا، كارثيه واللي كتحز بزاف نفسيه السطاتيين. كساكنه سطاتيه كان كتعاني من هاد ما عرفناش شنو السبب ديالو. نتمنوا لو نلقاو سبب لهاد المشكل اللي ما بغاش يتحل. في نظركم الساكنه السطاتيه شنو السبب في هاد، شنو رايكم بعدا في هاد الطريق؟ شنو رايكم فيها كساكنه السطاتيه؟ شنو رايكم فيها متتبعينا متتبعي قناه شوف تي في؟ وشكون المسؤول على هاد المهزله؟ شكون المسؤول عليها؟ فكيف ما كتلاحظوا معنا هذه المقاوله اللي كانت مسؤوله على هاد الاشغال فهي متوقفه، مسدود، ما كاين حتى شي حاجه، مهجوره، ما فيها حتى شي حد. اللافته اللي كتقول اللي كتعطي المشروع اللي كتدير ليه واحد التعريف فهي منعدمه، ما كايناش هنا. كيف ما كتلاحظوا معنا متتبعينا الكرام، هذه طلعه طريق اللي كتدي للسوق الاسبوعي. يعني غدا عندنا حنا السوق الاسبوعي، ملي كتمشي تبغي تمشي للسوق الاسبوعي ما عندكش منين تمشي، ما عندكش منين تدوز، للاسف ما كاينش منين تدوز. فشوف كيف ما كنلاحظوا ان الناس كيستنكروا، هاد الناس كيستنكروا هاد المشكل او هاد المهزله اللي واقعه في شارع رئيسي وسط مدينه سطات، شارع رحال مسكيني واللي فيه مصلحه جد مهمه اللي هي مصلحه الوقايه المدنيه. مصلحه الوقايه المدنيه ما 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 كت الا بغات تخرج كاينين كاميوات ديالها، كاينين سيارات الاسعاف. يعني الا بغاو يخرجوا عندهم مشكل. يعني من المسؤول؟ شكون المسؤول مشاهدينا على هاد المهزله؟ شكون المسؤول؟ شكون المسؤول مشاهدينا على هذه المهزله؟ فاحنا كيف ما كتلاحظوا معنا انا دابا واقفه هنايا باش كنصور لكم وما نعاودش لكم الحاله الكارثيه اللي فين انا غاده. الحاله الكارثيه طبعا حقيقه كتحز في نفسينا بزاف كساكنه سطاتيه. فمتابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، كنتمنى اننا نلقاو واحد، بحكم اننا وصلنا واحد الصوت ديال واحد الفئه من او ماشي هي فئه، فساكنه السطات كامله كتستنكر لهاد المشكل اللي في هاد الشارع. فكيف ما كتلاحظوا معنا يعني المشكل غادي وكيتزاد، ولربما انها تكون هاد كيف ما تلاحظوا معنا سيداتي متابعي قناه شوف تي في، ان الا بغيتي تمشي في هاد الشارع خاصك خاص واحد بالواحد، خاصنا النوبه باش نقدروا ندوزوا من هاد الشارع. يعني هو مهدد بزاف ديال 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 الحوادث، حوادث السير اللي غتخلق مشكل، اللي خالقه مشكل الطريق بزاف للناس. يعني كتقدر ان حتى هاد التجمعات السكنيه الا كان شي واحد باغي يدخل قريب لدارو وخاصو يضرب واحد يزيد عليه في الطريق باش يلاه يقدر يمشي في طريق مزيانه. اذا متتبعي قناه شوف تي في، كنتمنى ان هذا الفيديو او هذا البث المباشر بالضبط من مدينه سطات بشارع رحال المسكيني يلقى واحد صدى ونقدروا نسمعوا رد من عند المسؤولين. ما عرفتش، وطرقنا ابواب، مشينا للمجلس البلدي، بغيتنا نسولوا على شكون المسؤول على هذا المشكل، فكان ملي مع الاسف ما كانش تجاوب، مع الاسف ما كانش تجاوب. كنتمنى لو اننا نلقاو واحد التصريح او غير استفسار نفهموا من خلاله
علاش هاد او شكون المسؤول. فكيف ما كتلاحظوا معنا متتبعينا فهادي واحد ما عرفتش شنا هي هادي شي حاجه ديال سميتو يعني هادي بحد ذاتها كتشكل خطر انها ما فيهاش لا تشوير اللي كيمثل كيمثلها ديال يقدر يشوفها الواحد بالليل يعني ما غتبانش ليه. هي كيف ما كتشوفوا هي جات وسط الطريق يعني ماشي غير حيت كتقول راه كاينه واحد كاينه زعما اشغال ما كاينش تشويره طرقيه فيها تقول كتقول هاد كتدلي بهاد الكارثه اللي كاينه في هاد الشارع. مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تي في لنا منكم هذا البث ولكم التعليق بطبيعه الحال. شكرا لكم متتبعي قناه شوف تي في مره اخرى على تتبعكم وعلى تفاعلكم معنا. ونتمنى ان شاء الله نلقاو واحد صدى لهذا البث المباشر. شكرا مره اخرى متتبعي قناه شوف تي في. شكرا لكم على هذا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر بالضبط من مدينه سطات بشارع رحال المسكيني. نلتقي ان شاء الله في بث مباشر اخر ونتمنى ان شاء الله تكون اجوبه لهذا الفيديو. شكرا لكم.